بإذن اليوم راح أجرب معاكم أغرب الخدع اللي سووها بإعلانات الأكل. كل الخدع اللي راح أجربها راح تكون من قناة 5 Minute Crafts. وملاحظة مهمة، مو كل الأكل اللي راح تشوفوه بالفيديو قابل للأكل. وبس خليكم مفيد اليوم. أول خدع يستخدموها بالإعلانات إنهم بدل ما يستخدموا ثلج عادي يستخدموا ثلج بلاستيك. السبب انهم يستخدموا ثلج بلاستيك لان الثلج العادي يذوب بسرعة، ودائما تصوير الاعلانات ياخذ وقت طويل. وراح اجرب كمان اسوي بالثلج العادي علشان نشوف الفرق. حسيت كمان من ناحية الشكل اللي بالبلاستيك شكله احلى بكثير. والخدعة الثانية اللي راح اجربها هي الطريقة اللي يسووا فيها الشوكليت اللي يحطوها جوة اللافا كيك. اول حاجة راح اسوي لي كيكة على السريع، واسهل طريقة اسوي لي فيها كيكة هي كيكة الاوريو. حطيت معاها حليب وفتتها لحد ما صار قوامها زي العجينة، وبعدين حطيتها بقالب كب كيك ودخلتها الميكرويف تقريبا مدة دقيقتين. وبعدين قلبتها وقطعت الجزء اللي تحت علشان يجي شكلها مرتب أكثر، ورشيتها بسكر. الشوكليت بالفيديو سووها بسلايم، وعلشان اسوي سلايم اول شي حطيت غرا شفاف وحطيت لون ابيض. حطيت اللون الابيض علشان يبرز اللون البني لما احطه. علشان يتفاعل معايا سلايم حطيت رشة من بيكربونات الصودا ومحلول عدسات وخلطت لحد ما صار معايا سلايم. بعدين اخذت جزء بسيط من السلايم وكورته وحطيته بالجزء اللي قطعته من الكيكة. حسيت فعلا ان السلايم شكله كأنه شوكليت، قولوا لي رايكم بالتعليقات. والخدعة الثالثة اللي راح اجربها انه كيف يسووا ايس كريم بدل الايس كريم الحقيقي، لان الايس كريم الحقيقي راح يذوب بسرعة. بالفيديو استخدموا بطاطس مهروسة فورية، بس حتى البطاطس العادية المسلوقة تنفع. أول حاجة هرست البطاطس كويس، بعدين أضفت لها شوية لون طعام أحمر. وبعد ما أضفت لون الطعام راح أخلط كويس. وبعدين حطيت خليط البطاطس بمغرفة الآيس كريم. زينتها بسبرينكلز ملونة. حسيت انه فعلا شكلها كأنها ايس كريم، والفرق بينها وبين الايس كريم الحقيقي انه هذه ما راح تذوب وما راح يتغير شكلها مع الوقت. والخدعة الرابعة اللي راح اجربها انه كيف يزيدوا الغازات بالمشروبات الغازية. طبعا الهدف من هذه الخدعة علشان يجي شكل المشروب احلى بالتصوير. اول حاجة صبيت السفن بكوب، وبعد دقيقة تقريبا بدأت تخف الغازات بالمشروب. الشيء اللي استخدموه هو اسبرين. الاسبرين عبارة عن علاج الامراض مختلفة. طبعا ابدا ما ينفع تشربوا المشروب بعد ما تحطوا معاه اسبرين، الغرض بس لتصوير الاعلانات. بعد دقيقة تقريبا صار كذا شكل الغازات. وعلى اليمين السفن بدون إضافة أسبرين. والخدعة الخامسة اللي راح أجربها هي الطريقة اللي يسووا فيها جبن الموزاريلا اللي يستخدموه مع البيتزا في الإعلانات. أول حاجة حطيت بصحن شوية جبن موزاريلا ودخلتها الميكرويف شوية علشان تذوب الجبنة. وحطيت معاها غرا وخلط، وبعدين دخلتها الميكرويف لثواني علشان تسيح شوي، لأنه حسيت إنه بعد ما حطيت الغرا تكتلت شوي. بعدين حطيت الجبن بين قطعتين البيتزا. أول حاجة حسيتها ما ضبطت لأن الجبنة كانت ثقيلة، علشان كذا حطيت معاها شوية حليب ودخلتها الميكرويف لثواني، وبعدين وزعتها بفرشة هذه المرة.
هذه المرة أفضل من اللي قبل، بس قررت بالمرة الثالثة أكثر كمية الجبن وضبطت معاي. أتوقع الهدف من هذه الطريقة إنه جبنة الموزاريلا الوحدة ما تتمطط لهذه الدرجة. وسادس خدعة راح أجربها هي طريقة لترتيب البطاطس المقلية بالإعلانات. هذا هو شكل البطاطس بدون ترتيب، وعلشان أرتب البطاطس أول حاجة جبت اسفنجة عادية وقصيتها علشان يجي حجمها أصغر، وبعدين غرست فيها أعواد أسنان. وبدأت أثبت البطاطس بأعواد الأسنان. وآخر شي دخلتها بالكرتون. حسيت إن الطريقة مرة ذكية، قولوا لي إيش رأيكم. وسابع حاجة راح أجربها هو كيف يسوي البرجر بالإعلانات. أول حاجة هذا هو شكل البرجر العادي اللي نطلبه من المطاعم. وعلشان أسوي البرجر اللي بالإعلانات، أول حاجة حطيت خبز البرجر وحطيت قطعة جبن، حطيت قطعة من دجاج البرجر وغطيتها بجبن، وكمان حطيت قطعة ثانية من دجاج البرجر وكمان غطيته بجبن، ودخلت البرجر شوي بالمايكرويف علشان يذوب الجبن، وبعدين ثبت الخس بعود أسنان وحطيت عليها شريحة طماطم، وبعدين جابوا قطنة مكياج وثبتها فوق، والهدف إنه تخلي خبز البرجر يجي شكله أعلى. الكاتشب حطاه بالحقنة، وأتوقع الهدف علشان نقدر نتحكم بشكل الكاتشب أكثر. أحس إن القطنة بصراحة ما غيرت شيء مرة بشكل البرجر، بس مرة حبيت النتيجة النهائية لشكل البرجر. وآخر خدعة راح أجربها هي الطريقة اللي سووا فيها الكيك بالإعلانات. أول حاجة جبت كرتون وقصيته على شكل مثلث، وقصيت 4 مثلثات بنفس الحجم. بصحن حطيت طبقة من الكيكة وطبقتين من الكرتون، وبعدين حطيت كمان طبقة من الكيكة وطبقتين من الكرتون، آخر طبقة حطيت كيكة. أما بدل الكريمة استخدموا رغوة حلاقة، والسبب إنه رغوة الحلاقة ما تذوب ولا يتغير شكلها. أما الكريمة بالعادة تذوب بسرعة، وكمان مع إضاءات التصوير راح تذوب أسرع. أما مع باقي رغوة الحلاقة حطيت لون طعام أزرق وخلطت، وبعدين دهنت فيه الكيكة من فوق. وآخر شي زينت الكيكة بسبرينكلز ملونة. اكتبوا لي ايش اكثر خدعة عجبتكم في فيديو اليوم، وبس هالنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. وباي.